اليوم حالها يرثى. حضر الكتاب وغاب القراء. هذا الوطني للمكتبات. وغدا كذلك اليوم الوطني للمثقف او الارتيست. فهمت؟ احنا كنا ناويين ان هذه المناسبات اثنين نجمعهم في مناسبه واحده ويكون الجمع جمعان. فهمت؟ ويكون الجمع يكون الجمع جمعان. فهمت؟ هذا هو. ولكن شاء القدر ان التقي بك لنتناول هذا الموضوع الحساس، موضوع حساس، القراءة في وطننا الحبيب أصبحت هي العجلة الأخيرة للسيارة. فهمت؟ ويكتفي الذي كان يقرأ قديما أن يجد الخبر مرئيا في الشاشة وعلى صفحات وعلى صفحات تواصل شبكات التواصل الاجتماعي. اليوم لازم للمكتبات وللكاتب وللقارئ في آن واحد. هذه الثلاثية، المكتبات والقارئ والكاتب، هي ثلاثية جوهرية في نهضة جديدة للقراءة وللكتاب وللمكتبات. والمكتبات لا تنهض إلا برجالها. طبعا. فهمت؟ المكتبات لا تنهض إلا برجالها. والمكتبات لا تنهض من فراغ. المكتبات لا تنهض من فراغ. فهمت؟ والدليل على ذلك ها نحن اليوم. حضر الكتاب وغاب القراء. وهذا دليل على ما أقول. والسلام عليكم ورحمة الله. بصفتك صحافي وفي نفس الوقت كاتب، يعني هل تحس باللي كاين غادي تعاود يرجع القارئ للكتاب أم؟ شوف، إبراهيم عليه السلام كان بمفرده أمة. أمة. همت. والكاتب هذا لا يبالي بما يدور حوله وما يقول الآخرون، بل نهجا فليستمر في ذلك النهج ولا يبالي بالآخرين، لأن الاستمرارية كما يريدها هو وكما يراها هو لها أثر ووقع في المجتمع. هذا هو لب الموضوع. منك التوفيق أستاذ. وكذلك أنت كذلك. شكراً.